ندى، انت رجعتي تضربي تاني؟ يا دي النيلة، هو انا كل ما اقولك حاجة تقولي رجعتي تضربي تاني؟ ما كانتش مرة وقت الجامعة. ما هو الكلام اللي بتقوليه ده ما يقولوش حد عاقل. مستحيل طبعا، بطلي عبط. فكري فيها بس، مفيش غير سيكيورتي واحد والكاميرات عطلانة وراجل ما بيقبضناش غير ملاليم، وممكن نتبرع بربع المبلغ يعني خير. فعلا؟ فدي اقنعتيني، احنا كده مش بنسرق، احنا بنعمل عمل خير وهنكسب ثواب كمان. بالظبط. بالظبط ايه يا متخلفة انتي؟ انتي سامعة نفسك بتقولي ايه؟ ماسكات ومسدسات ونسرق؟ لا، واضح ان الافلام اتفرجي عليها دي لحس دماغك. ولا انتي شكلك اللي عايزة تفضلي هبلة وعبيطة وجبانة. طبعا لما يبقى عندي عيال وبيت لازم ابقى جبانة، وانتي كمان لازم تبقي جبانة. انتي ناسي ان عندك ولد؟ انتي متخيلة نفسك تقدري تعيشي يوم من غيره لو اتقبض عليكي؟ ما انا فعلا هعيش من غيره. انتي ليه بتقولي كده؟ اياد عايز يرفع عليا قضية حضانة. بجد يا ندى؟ انا ما كنتش اعرف. طب ليه ما قلتليش؟ على الاقل كنت ادور معاكي على محامي. الفكرة مش في المحامي، الفكرة ان انا محتاجة فلوس كتير عشان اقدر اسيب الشغل واتفرغ لكريم واعرف انقله مدرسة كويسة عشان لما اياد يرفع القضية ما يكسبهاش. طيب عادي، نحاول نتصرف ونشوف نجيب لك مصاريف المدرسة دي منين. اكيد هنعرف نتصرف يعني. اكيد، والنبي تنيلي وخليكي في الاقساط اللي عليكي. ايه ده؟ ايه البت الجامدة دي؟ بنت جامده نديوزه، في ايه؟ ما تخلينيش ابتدي اشك فيكي. وانا مالي يا اختي، دي موديل بتاعه الاعلام بتاع اجنس العربيات بتاع جوزك. بجد؟ وريني كده. مش موديل، دي السكرتيره بتاعته. السكرتيره؟ قلت لي جايب لانجيري بكام؟ 20,000. يا خيبتك يا خيبتك. كده كل حاجة جاهزة. كل اسمك مكانه، فين المدير؟ انت ما تتكلميش، انت عارفه صوتك. انت عارف فين المدير؟ هو مرمي هناك عند الثلاجات الحقيقي. لا لا، انت في الارض وصمم ده ولا ايه؟ ولا حرف. انزلوا تحت يلا. اتحرك، انزلي انزلي في الارض تحت تحت. محدش يتحرك، اللي اتحرك هفجر فيه رصاص. احنا هنسرق ونمشي على طول. ولا كلمه. انت المدير؟ لا 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 والله، لا والله، لا لا. فين المدير؟ انا والله، انا. طب اسمع كويس. ماشي. هتروح معاها توريها الخزنه فين؟ طلع لها كل اللي فيها. خزنه ايه؟ خزنه ايه؟ بتستعبط يلا. طيب طيب طيب، اهدى 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 اهدى. قدامي. ماشي ماشي، حاضر. لو عمل حاجه خلصي عليه. اهدى اهدى شويه، اهدى شويه. يلا خد بالك. ها؟ ها؟ شايفاكم كلكم؟ نص الليل. هتتحرك. هتتحرك. الحق عروض. ايه ده؟ ايه القمر ده؟ اسمك ايه؟ فريدة. الله يا فريدة، عندك كام سنة؟ استني أنا هقول لك. عندك 8 سنين صح؟ اه. أيوة، عشان أنتِ قد بنتي. وقت كنت بتغلبي ماما في المذاكرة. ربنا يخليها لك. ولا حركة! ولا حركة!
ده مفتاح جه. بص معلش انجز يلا. ماشي حاضر 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 حاضر. ايه ايه ماشي ماشي ماشي. لو الانسان يشتغل شغلانه شريفه تبقى حاجه كويسه والله. ممكن يبدا بمشروع على النت. حضرتك لو تعملي اكل على النت اسرع. حاضر يعني الفكره بس ان ممكن الفلوس تبقى قليله بس حلال. ممكن تجيب حاجات كتير كويسه للانسان في بدايه حياته. هقف انا بعبي 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 اهو. زادش زي ده زلي. حدش يتحرك. هنسرق الفلوس ونمشي على طول. يا فين بتعمل دي كل ما اعرفش. بتجيب الفلوس من جوه. اتخقنت قوي. طب سيطري سيطري. ماشي يا بنتي خش. ها انا معايا مسدس. لو حد عمل حاجة كده ولا كده هفجر راسه. اصبروا شوية هناخد الفلوس ونمشي. املاها. حاضر حاضر. انا قلت لو حضرتك تاخدي حاجة من الماركت بره المطبخ وكده. شايفاكوا كلكوا. محدش يتحرك. لو محدش عمل حاجة هنسرق ونمشي في هدوء في هدوء في هدوء. أنا معايا مسدس. ها ايه ده؟ على مهلك على مهلك على مهلك. خلاص ما خلاص ما خلاص. كل حاجة معايا. انزل يلا خلص. اتسرقنا اتسرقنا. ولا سعد ولا سعد. مش انا ولا سعد. مش انا مش انا. بلغ البوليس بلغ البوليس بسرعه بسرعه. يا عم سلام بسرعه. بلغ انت من هنا من هنا من هنا. حرامي امسك حرامي حرامي امسك حرامي امسك حرامي. بس ما انت كويسه؟ هي غلطت ولا ولا اعرف. احنا بجد سرقنا السوبر ماركت؟ اه يعني احنا سرقناه وعادي كده؟ يعني يعني سرقنا وما اتمسكناش. اه الحمد لله. يعني احنا مجانين. احنا بجد مجانين. مجانين يا حبيبتي. اه بس احنا اتفقنا ان احنا مش هنعمل كده تاني ابدا. بالظبط دي اخر مره. هي نديوز طلعت 100,000؟ للأسف لا. لا كام؟ أكتر بكتير. الفلوس دي كلها لسه. لا الفلوس دي كلها. هو ليه السوبر ماركت يبقى فيه الفلوس دي كلها؟ ها؟ ليه يبقى جواه الفلوس دي كلها؟ يا
اولا انا عايز غيارات. انا مش تمام، مش تمام خالص. بعدين تاني حاجه ايه دي؟ انتوا خاطفين قطه وبعدين هاكلها ازاي وانتوا مربطين ايديا كده؟ انت عارف علبه التونه دي بكام؟ وبعدين اتصرف عشان دي الطريقه اللي هتاكل بيها من هنا ورايح. ايه من هنا ورايح دي؟ انتوا لو ناويين تسيبوني هنا لحد امتى؟ لحد لما نشوف هنودي جثتك فين. في حاجه بتضحك وانا مش واخده بالي؟ ما اعرفش هو بيضحك على ايه. بنقول لك هنموتك. اه سمعت. انتوا فاكرين مصدق بجد انكم هتقتلوني؟ ها؟ كنتوا عملتوها لما هددتكم بالبوليس. انت واختك اجبن من انكم تعملوا كده. شكلكم لسه جديد في الكار صح؟ صح. صدق عندك حق. احنا فعلا مش هنعرف نعمل حاجه. طيب طيب يلا 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 بقى فكوني بقى بدل ما نضيع وقت بقى. طالما كده كده هخرج وابلغ عنكم. ايوه ايوه صح. بقول لك ايه يا نديوزه؟ فاكره العصافير اللي كانوا عندنا واحنا صغيرين؟ الكناري دول؟ ايه اللي فكرك بيهم دلوقتي؟ فاكره لما كنا حاطينهم في البلكونه في البيت ده؟ اه لما ابوكي وامك سافروا وبعدين رجعوا لقوهم ميتين ليه؟ حبايبي ماتوا الله يرحمهم من الاهمال. ايوه نسينا نحط لهم اكل وميه. فعلا احنا مش هنموتك بس هنسيبك تموت من الاهمال. يلا يا نديوزة. لا 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 طب استني استني سيبي علبة التونة. ألزقها له ولا مش لازم؟ ألزقها له وهي هي مش ما تجيبيش واحدة جديدة ما يستاهلش. لا 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 يا 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 لا 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 ما يصحش ما يصحش يا يا تعملي ايه؟ شوف بس مكلم مين في تليفونه ولا اي حاجه. استنى استنى تليفونه ما بيفتحش. استنى نعمل اعمل فيس قول بس بص. ها نينا قديم قوي. يمكن نينا خطيبتك جدته موجوده وبيقول لها نينا نانا يا نينا. يلا وريني وريني الختم ده. ده الشاي بتاعك وده اليانسون. شفتي جدته طلعت غنيه وعلى قلبها قد كده. وبتحط الفلوس تحت البلاطه بجد زي الناس بتاعت زمان عشان ما بتعرفش تستخدم الاي تي ام. انا بقى جبت عنوانها ومعايا رقمها. استني انت بتتصلي من رقمك ولا ايه؟ لا طبعا جبت شريحه من محل موبايلات وانا جايه في الطريق. ما تقلقيش يا مريم احنا فكرنا في كل حاجه واحنا جايين في السكه. يلا نديوزه دخني صوتك كده واطلبيها. الهاتف المطلوب مغلق او غير متاح. يمكنك ارسال رساله صوتيه. معلش معلش هم الستات الكبار كده بينسوا يشحنوا الموبايلات. شويه كده ونجرب تاني. اه اشربوا بس الحاجات دي وبعدين نجرب. بس انا عايزه الينسون الصراحه. ده بتاع ندى. ما انا خلاص مش هشرب مطرحها. جربي كده بس. يمكنك إرسال رسالة صوتية عن طريق إضافة نجمة قبل الرقم واعادة الاتصال. يمكنك إرسال رسالة صوتية عن طريق إضافة نجمة قبل الرقم. يا دي النيلة. وانت متأكدة ان النمرة دي صح؟ ايوه جايباها من على موبايل الزفت سامي. طب وبعدين؟ حبيبي عشان هو المفروض اللي جاي ده على طول. خدي. ايه؟ معرفش بتحب الرعب ده. خش يمين. خدي كده وريني ابص. اهو. اه صح. ايوه ده يمين ده. ايوه ايوه من ده صح. تفتكر تطلع مخدرات بجد؟ ما هو اكيد مش بعتنا نجيب له هدوم من البالة يعني. هو قال نقف نستنى في اللوكيشن ده وفي حد هيجي يدينا الحاجة. ربنا يسترنا على انا قوي.
بيتكلم في التليفون ده مثلا؟ ممكن يبقى هو بيبص لنا. باين عليه قوي انه اه ده بيشاور. شكله هو بيشاور لي ولا بيشاور الراجل اللي ورا؟ انزلي انزلي انزلي. هو بيشاور لنا احنا ولا الراجل اللي ورانا ده؟ احنا بس انا متوتره. صباح الخير. ايه ممكن تدينا الحاجة؟ حاجة ايه وبتاع ايه؟ ايه يا ابلة انت جاي ترمي بلاك علينا على الصبح؟ لا في حاجة ولا محتاجة؟ هو مش حضرتك من طرف ال لا مفيش طرف. وفي قلبي لي غلاوة. ما تبس يا ندى، هو انت ليه محسنة احنا في حنة يعني ولا حاجة؟ ايه ده يا ربي ده؟ الله وحشني روح حنة. ممكن تعملوا لي حنة؟ يا رب ونعمل حنة بقى كلنا. نفسي نفسي يبقى عندي ربع برودك ده، ربعه بس يا ربي بجد. بس يا ندى بجد الواحد فيه اللي مكفيه. مالك؟ انا حاساكي متضايقه من حاجه، مودك مش عاجبني. مليكه فيها حاجه؟ لا. ادم ادم ايه اللي حصل؟ الست ريهام هانم الحربايه بتاعت النادي عامله نفسها هي اللي اتبرعت بالفلوس. يا بنت اللذينة، هي الوليه دي لسه عايشه؟ يا ساتر. ده ادم يعني عمره ما هيعبرها. اه بس الهانم فاكره نفسها انها هتعرف تلف عليه، وده اصلا اللي منرفزني. نفسي هزقها بشكل بس والله العظيم ما عارف اعملها ازاي. هيجي لها يوم. مفيش يا ابلة عندي حاجه. شكرا، نورتي. بالسلامه. ايه انا اصل قلبت بطن على الصبح. شكل بس ما يطمنش. ده مكتوب على وشها ما يطمنش. ايه بيقول مش معاه الحاجه؟ يعني ايه يعني مش هناخد حاجه منه؟ لا مش فاهمه، هو بيستعبط يعني ولا ايه؟ معهوش الحاجه يعني ولا مش عايز يديها لك؟ طب وليه يبقى معاه الحاجه ويبقى مش عايز يديها لي؟ ممكن يبقى طمعان فيها. تفتكري طمعان؟ بقولكوا ايه، انا نازله له. طب خلي بالك يا ندى. ربنا يستر يا رب. بقول لك يا صاحبي، الحاجه فين؟ لا في حاجه ولا محتاجه يا ابله، والكلام ده انا قلته لصاحبتك من بورها. بقول لك ايه، انا اتكلمت معاكوا ادب، مش جاي معاكوا الكلام بالادب، نتكلم كلام شارع. طب ما بالراحه علينا يا شبح وسيبك منها وكلمني انا. فين الحاجه يا ابله؟ احنا ثابتين على المبدا وما عندناش لوك كتير، واظن الكلام مفهوم. مفهوم؟ اه. الشارع اللي وراه، زق عجلك يا ابله. طب هو انت ما عندكش اخوات بنات؟ بعيد عنك يتيم. سلامات الف سلامة. ايه ناقص عوا؟ شكلها مقندل زيك بالظبط. ما تدهش اي حاجة وجاية زعلانة برضه. ايه اللي حصل؟ عملتي ايه؟ ما تنطقي. انا ما اعرفش اعمل كده ليه، مع ان انا والله العظيم كلمته بادب على غير العاده. لا واضح ان الادب خلاص مش هيجيب نتيجه. طب والعمل دلوقتي؟ تمام. يا نهار اسود، خبي الحباب ده، انت اتجننتي يا جماعه؟ انا ههوشه بيه بس. مريم ما فيهوش رصاص. الخفوش مش تتاخر. انت يا راجل انت هات الحاجة وانجز يلا. بقولك ايه يا أبلة، انا ما احبش حد يحرقني في كلام، وقلت كلمة مرة واحدة. عايز ايه؟ هو ايه اللي عايزه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. اسمع اسمع والله العظيم حضرتك كويس. يا نهار اسود، انت مش قلتي مفيش رصاص؟ معرفش. انت كويس؟ انت كويس؟ طب هي جت فين؟ جت فين؟ لا يا أبلة، انا راجل رقم وشايف الطلعة وهي طالعة من المسدس، شايفها وهي جايه كده، قمت مايل انا كده شاذيه بس وطرفه عيني ومتعودين عليها.
طب الحمد لله. خلاص يا مريم طلعت بسيطة. وانا كنت هستنى يعني يا أبلة لما تيجي فيا. بقول لكم ايه، اليوم باين من اوله، انتوا شكلكم عالم جايفة وعوق وانا ما بحبش كده. ولا اديهم حاجتهم ياد وغورهم من هنا. يلا غورو. ما تزعلش حضرتك يا ست. غورو ازعل ولا ما ازعلش؟ خليكي في حالك. غورو غورو. انا مش فاهمه ازاي حاجه زي دي تقع منك. ايه التخلف ده؟ ما اعرفش يا ندى، انا ما عرفتش ان هو وقع مني اصلا غير لما هشام جالي البيت امبارح وقال لي ان هم عايزين يرفعوا بصماتي. انا كل ده فاكره ان الروج معايا في الشنطه. طب انتي ايه ده، ما قالكيش ممكن نتصرف ازاي في موقف زي ده؟ لا ما قاليش حاجه، انا همشي بقى يا جماعه. استني يا مريم. انا وندى جبنا الهدايا دي المليكه. شكرا. الحمد لله على سلامتك. شكرا يا ندى. وصلت خلاص. أدم أنا مش قادرة أعمل كده في صحباتي، بجد مش قادرة. طيب ماشي، لما خلاص أكلمك. مع السلامة. رحت الاسم وعرفت ايه؟ ان الاسم بيبعت الادله الجنائيه لمعمل التحاليل الجنائي. يبعتها ازاي بقى؟ بالعربيه اللي انت شفتيها. بالظبط كده اهو. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنراقب العربيه دي ونستنى لما بسمه تروح تعمل بصماتها، يبعتوا بقى البصمات مع صباع الروج، وهم في الطريق احنا نهجم عليهم ناخد منهم كل الليله دي ونخلص بقى خالص. يا سلام بالبساطه دي. اه انت باين عليكي اتجننتي. عايزانا نسرق ادله جنائيه من عربيه بوليس؟ عندك حل تاني يعني غير التنظير الفارغ اللي عماله تعمليه فيا ده؟ يا حبيبتي دي الداخليه، الداخليه والسوبر ماركت اللي بنسرقهم. بس بسمه مريم عندها حق، وبعد كده احنا خسرانين ايه؟ ما هي كده كده بايظه. نشوف. قدسي، هو انت اصلا ايه اللي وداكي الاسم؟ الاسم؟ اه بعمل البطاقه بتاعت ادم كانت ضايعه بس. كل أم فلوس قطم العالم وتصدم الأوزي مشهور سني مسموم كلامهم ببكي بسبب زي
عندك ايه بكرة؟ العادي يعني هعدي على ملكة واروح الشغل بعده بالظبط. هو نفس اللي عملته؟ طب هيبقى عند حضرتك وقت امتى؟ في ايه يا ادم؟ ممكن تقولي انت عايز ايه؟ عايزك تروحي تنفذي اللي اتفقنا عن ايه؟ طب ما انا رحت وما قدرتش. وهتفضلي مش قادرة لحد امتى؟ لحد ما يجي يقبضوا عليكي؟ معرفش يا ادم، ممكن ما تضغطش عليا اكتر من كده؟ مريم اللي حصل ده عقوبته 15 سنة، ده غير غسيل الأموال، غير ترويج العملات المزيفة، غير الخطف، يعني مش هتشوفي مليكة تاني. فكري في كلامي كويس وانت قاعدة انت والهوانم بتخططوا هتسرقوا ايه جديد. آدم هم كمان عندهم عيال على فكرة، مش أنا وانت بس. عيالهم ما عندهمش مرض مزمن يا ست هاني. ندى ممكن تبطلي خبط؟ تفتكري هنعرف ناخد الروج والبصمات؟ ربنا يسهل. انا بجد مش هينفع تسجن دلوقتي خالص، احنا داخلين على الصيف. والله طب تحبي تسجني امتى؟ مش قبل شهر 10. انت عارفه السجن هيبقى حر ازاي في الصيف. عندك حق فعلا. مش تكييفات اكيد. واحد برد واحد عطلتك. اوكي تمام، ثانيه واحده اهو جه. عطلي على قد ما تقدري عشان نلحق نجيب الحاجه. مريم بجد مش هينفع تسجن في الصيف. جو مريوما جو. الحقيقة ده مع بنته، بس ده مع بنته. وبعد كده نروح الشغل. ماشي تمام. 10 دقايق الاوردر يكون جاهز. شكرا. تمام. صباح الخير. صباح النور. ايش عندكم فطور؟ عندنا برجر بيض، برجر جبنه، جميع انواع البرجر. عندنا بطاطس، بتنجان، طعميه، فول. فول فول يا مسار، وانا حب مره مره حب الفول. عامل لحضرتك فول؟ لا ما يصير. اقول لك ليش. ليش؟ عندي ليش اسمها دي انيميا الفول. يمكن انتوا تسمونا شيء تاني هنا في مصر؟ زي بكتيريا مثلا؟ لا ايش بكتيريا، انا بكتيريا ليش؟ يلا استني استني شويه ندى، استني شويه. استنى ايه؟ معلش استني شويه. استنى ايه؟ هقول لك شويه، هي لسه نازله. تمام. اعمل لحضرتك ايه؟ اقول لك ايش يصير، يعني انا ما اتعب الحين، بس يعني اكل منك الفول، اروح بيتنا يصير لي اشياء. تمام، حضرتك تطلبي ايه؟ ما انت ابغاك تساعدني. اعمل لحضرتك برجر؟ هذا ايش برجر بيض هذا؟ تحطون البيض على برجر؟ ايوه. لا 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 لا، وايش تاني؟ بتنجان. بتنجان هذا مقلي؟ في مقلي وفي مشوي. ايش نوع الزيت؟ زيت ذره. زيت ذره ما يصير، زيت عباد الشمس ما اقدر، زيت زيتون اقدر احبه. اتحركي بقى، عايزينك تروح اللقمه. ايش هذا؟ ثانيه واحده يا استاذ، ثانيه واحده. اتفضلي يا استاذ. يا ندى ما قلت لك بطلي خبط بقى يا ندى، انا متوتره خلقه. انا احنا مستنيين ايه؟ معلش ما يلا ننزل ناخد الحاجه. مستنيين ان انا متوتره، الراجل معاه بنته ونازل ياكلها ويجيب لها اكل، يعني اب حنين، انا مش قادره اعمل فيه كده. لا مش وقته ومشاعر دلوقتي، احنا لازم ننزل ونلحق ناخد الحاجه قبل ما مريم ترجع، مش هتعرف تسلي وقتها اكتر من كده. ايوه قول لي ايش الزيت؟ طرحه واقف. يا الله انت شاب والله. طب قول لي محتاجه ايه بقى يا استاذه؟ ابغى افطر. اعمل لحضرتك ايه طيب؟ ممكن تسال الشيف؟ محتاجه ايه طيب؟ اقول لك غير الانيميا حقه الفول. تمام. انا عندي حساسيه، يعني جسمي ما يتحمل. اعمل لحضرتك ايه بقى؟ احيانا انا عندكم زعتر؟ لا للاسف ما عنديش زعتر. ليش؟ عندي ابغى زعتر وزيت زيتون. ما عنديش زعتر. لا طب معلش اتعبك معايا، قول لي من الاول
ايش عندك؟ برجر بيض هذا. طب اعمل لحضرتك بطاطس؟ خلاص يا استاذه. للاسف. يا الله، يعني ليش كل شيء مقلي؟ احنا صرنا يعني في عصر فيه هيلثي، ناكل هيلثي. زيت زيتون ما نقلي في زيت زيتون. هل عندكم هذه المكنه اللي تلفه؟ لا للاسف. انت عارفه احنا لو خدنا الادله من عربيه الراجل دي عهده معاه، معنى كده ان احنا بنضيع مستقبله وبنشرد عياله. انا ما اقدرش اعمل فيه كده. لا نتشرد احنا وعيالنا يتشردوا عادي، مفيش مشكله. طب ممكن تستني شويه؟ خليني اتمالك اعصابي. مش عايز تنزلي؟ انزل انا. ممكن تستني شويه؟ طب عندك، طب ممكن حضرتك تقفي على جنب وتشوف المنيو؟ طيب طب انا بشوف عشان كده يا استاذ في ناس وراك. احنا كلنا احنا مستعجلين حضرتك. هو ليش؟ عشان حضرتك خدت الناس مستعجله تشوف غدا. لا تصيحي وصوتك يلطى وانت لا تتكلم معي. شكرا. الحقي دي بتتخانق. ما بتتخانقش، بتضيع وقت. امال هي جايه هنا ليه؟ انا بالاخر زبونه، ما يصح انك تتكلم معايا كده. ماني مبسوطه. انا ابغى مديرك بعد اذنك. طرحه وقعت. يا الله، شوف انت يعني تضايقني بعدين ترجع تسوي شيء كتير كتير جنتل. فانا يعني اكون معصبه انزل. تمام. والله انت شاب جميل. ايش اسمك؟ اسمي احمد. مره جنتل احمد، وكمان ضحكتك تجنن. انت منين؟ من مصر؟ انا من مصر. من مصر؟ مصر كلها. طب اقول لك انا. تفضلي. اسوان؟ لا لا. الاقصر؟ لا لا. طب اقول لك انا رحت، محتاج الاوردر يا فندم. اقول لك انا رحت الاقصر واسوان. يا لهوي. وتدري شرم الشيخ؟ يا اوف. حضرتك احنا مستعجلين. انا كمان مستعجله. بس لو خلصينا عايزين نطلع. لو احمد يخلصني. محتاجه ايه يا فندم؟ محتاجه افطر. استاذه البنت جعانه ورانا اشغال عايزين نخلصها. في ايه؟ ليش يصيح؟ انا اسف يا فندم بس ليش يصيح؟ عشان حضرتك مع الطلبه. يعني انتوا بتحطوا يعني عشان انا اقول له ابغى افطر هو ما يريحني. محتاجه ايه طيب يا فندم؟ محتاجه ايه؟ انا اسف لحضرتك. افطر. ايش عندك؟ عندنا برجر بيض، برجر جبنة. سمعت البرجر؟ سمعت. ماني سمعته. ابغى اسمعه. اديها المنيو. ابغى اسمعه. انا نازله. استني يا ندى، استني. ممكن تستني شويه؟ لا انا نازله، مش هستنى. هستنى ايه؟ عشان خاطري انا حاسه ان ربنا مش رايد ان احنا نعمل في الراجل ده كده. احنا كده بنضيع عياله. قول لي بعد اذنك يا فندم. هات لي مديرك. هات لي ترى انا عصبت. انا نازله. لا استني. لا ماليش طاقه على اللي انت فيه ده. ثانيه واحده، ثانيه واحده، اديني وقت. ابغى مديرك. راح وقعت يا فندم. احمد انت يعني مره تلخبطني لان انت جنتل وفي نفس الوقت مره معصبني. مش قادره اعمل كده. مش قادره. لا انا نازله وحياه ربنا. لا بسمع. طب ممكن الاوردر؟ لما تقول لي ما عندنا فطور، كل ما اقول لك ايش فطور تقول لي عندنا هذا البرجر بيض. طب اعمل لحضرتك ايه؟ طيب انتوا المصاروه ما بتفطروا برجر بيض. ندى ربنا مش رايد ان احنا نعمل كده. الراجل معاه بنته، انا مش قادره اعمل فيه كده صدقيني. طب انا نازله خليكي انت تفطروا فول، طعميه، باذنجان، بطاطس مقليه، هذا اللي انا ابغاه. اعمل لحضرتك بطاطس؟ احنا عندنا عيال وانت عندك ولد وانا عندي عيال. انت ترضي ان عيالنا يتشردوا؟ الراجل ده هيروح في 60 داهيه. انا فيني اخد ساندويتش يعني؟ بس انا استغرب عليكم يا مصارو، يعني كل شيء الان صار هيلثي، فانت بس تستخدم نوع واحد زيت، بس تستخدم ما ادري ايش كمان، يعني ليش ما في فرايتي؟ انا مش هعمل كده، مش هعمل كده خلاص. مع نفسك كده يا استاذه بقى. عشان ننجز. لا لا اشهد اشهد. عايزين ننجز ورانا اشغال. اشهد. عيب. ايه اللي فيه؟ ايه ابغى مديرك. بلا مديرك بلا بتاع. هات يا عم سندوتشات وروح على البطاطس. خمس دقايق والاوردر هيكون جاهز. ايش هذا؟ يا ست مستعجلين ورانا حاجات عايزين نوديها. ليش يصيح؟ ليش يصيح؟ مش هتنزلي. بسمه كتفي خلعتي. مش هتنزلي. سيبي ايدي. فين الباب؟ يا بسمه ايدي دراعي. يا بنتي انت عندك عيال وانا عندي عيال، لازم نحس بالراجل ده. هنشرد بنته يعني؟ ساعة واقفة تاني. يلا اللي بعده اللي بعده. يلا ناس يلا. مو محترمة. البنت جعانة بقى لنا ساعة واقفة. ماشي بنتي جعانة، معلش عادة زي البنت عادي. تمام يعني. خمس دقايق وكون جاهز. كله عادي بطاطس. يلا يلا انجز. ايش هذا؟ انا يلا اللي بعده. بعد اذنك. ماني لو سمحت. تمام يا فندم. بصي بيزعقوا لها ازاي، خلاص هيمشوها. صدقيني خلاص ربنا مش رايد. ممكن تقفي على جنب وتفكري انت عاوزة ايه؟ ليش انا ابغى اكل؟ ايش هذا يعني؟ طب اعطيني موية ابغى امشي. يلا موية. عندي موية. ايش نوعها؟ ميه حنفيه. ايش حنفيه؟ وعندنا فلتر كمان. انا ابغى ميه معدنيه. تمام اتفضلي وهتستلمي من هناك. ابغاها معدنيه. تمام اتفضلي هتستلميها. ابغاها سباركلينج. تمام قلت لك اتفضلي. فين؟ اتفضلي. ما تقول ميه بس حنفيه. لا هتستلميها معدنيه وكل حاجه. معدنيه بكام؟ ب 10 جنيه. استنى. تمام. يعني ممكن احاسب؟ اتفضلي. يا رب. يعني يا رب نخلص. يا ربي. عشان ما عندي معقول بجد. يعني معقول بجد.
اسلوب. تفضلي يا فندم، روح استني من هناك يا فندم. شكرا. تفضلي. للدوك في البابا. انا ابغى المويه قبل ما تسوون اي ساندويتش لاي احد. دي هالميه خلصنا. ابغى المويه قبل اي احد. يعني انجز البيت جعانه. ايش ليه؟ ايش ليه؟ خمس دقايق عشان هذا حقي انا اول واحده كنت طابور. يعني سيبك منها ومشينا يا رب على قله الدور. شكرا 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 شكرا. مع السلامه. السلامه بقى. قله ادب عن جد، قله ادب.